طلة وغازل جهة نجون إلى في البيت نستانس نفرح أيام معدودة. أجواء الليلة أجواء عجيبة، يعني الناس محرومة سنتين ما شفنا هالأجواء، سنتين وأكثر، فاليوم أشوف كما كانت سابقا الأجواء ويا الجهال مستانسة واجد. الحين أحس بشعور جدا 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 غريب، وفرحتي ما تسع الأرض ولا السماء. الله يعودنا وياكم بخير وصحة وسلامة وأمن وإيمان إن شاء الله يا رب، ويبعد عنا الوباء إن شاء الله. ناس حلاوة على النبي صلاوة، أعطونا من مالكم الله يخلي عيالكم. الناس فرحة الجهال فرحتنا إحنا، ومستانسين إن شاء الله، والله يعودنا وياكم بصحة وعافية. وهذه السنة معوضينا من 3-4 سنوات اللي مضت، رحنا بيوت وخلينا حلاوة بمناسبة القرقيعان. اليوم رحت من بيت إلى بيت ودرت عطارين حلاوة وأشباس وبيزات. إحنا مضيف متخصص في تقديم الوجبات الحلويات والبقلاوة والفتيتة والقهوة والكيك، طبعا عندنا بعد هدايا حق الأطفال مناسبة المولد هذه الليلة. مميزة صراحة، افتقدناها سنتين والحمد لله الله عادها علينا بالخير والصحة والعافية. يعني الجهال مستانسين والأجواء يعني غير، ما كنا متوقعين بتصير بهالحركة، الحمد لله رب العالمين. وأذاب النهار في غسق الليل وساوى ضياءه بالظلام، وتلظى الحسام بين يديه مثل برق يشق سود الغمام، وأماج الحرب الضروس بطوفان دماء من الأشاوي سطام.